الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. الأهرام صفحة أولى: جزاءات رادعة لمفسدي الحياة السياسية. طبعا كان ده من قانون الغدر. الغدر كان من المطالب الرئيسية بالنسبة للثوار وبالنسبة لناس كتير الحقيقة، وكان من ضمن النقاط الخلافية اللي حصلت أثناء توقيع البيان هي فكرة إصدار هذا القانون. كان فيه يمكن نوع من أنواع يعني عدم الرغبة في الإسراع بإصدار هذا القانون، ولكن حسب والعهد على المصري اليوم، لأن ده كلام بناء على مقابلة للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل للأهرام، إن تم بالفعل إقرار هذا القانون من قبل مجلس الوزراء، وطبعا هو بينص على منع كل رموز وكل من اتصل او سلم على او اتصل بالحزب الوطني الديمقراطي. ما هي الفكره؟ ما هي دي كمان نرجع ونقول انت ازاي هتحكم هذا الموضوع؟ على سبيل المثال للحصر، الدكتور عصام شرف كان وزيرا في عهد النظام السابق، فهل هيطبق عليه قانون الغدر ولا لا؟ في الدكتور كثيرين في الدوله مكثرين، يعني وهل كل من عدى قدام الحزب الوطني، يعني احنا طبعا عارفين ان النظام السابق كان مفرط في الفساد، والحزب الوطني كان مفرط اسفه في الديكتاتوريه وفي الانفراد بالسلطه وفي الكذب على الناس، ولكن صعب جدا ان انت تحدد بالظبط مين اللي هيتم تطبيق قانون الغدر عليه ومين اللي مش هيتم تطبيق قانون الغدر عليه. نشوف هيوصلوا لايه في الموضوع ده، وبناء عليه ما عندناش خيار اخر. المصري اليوم صفحه اولى: عياده خارجيه للايجار الاستعلام وزارة الصحة. يعني هي دي احدى الوسائل اللي بيفكر فيها الدكتور عمرو حلمي علشان مساعدة الاطباء ماديا، ان طبعا انت عارف في عيادات خارجية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ان هي بيبقى مواعيد العمل زي مواعيد العمل الرسمية الحكومية، فهو في المقترح ان هو تأجير هذه العيادات في الفترات المسائية للاطباء بسعر رمزي، بحيث ان هو يقدر الطبيب ان هو ينمي مصدر الدخل. هيطلع حد يقول لك الجزء الثاني دي ماليها مساوئ، اي حاجة اشرف هتطلع لازم ان هيطلع لها معارضين، ولكن الفكره ان انت بتحاول ترضي كل الاطراف، فانت في نهايه الامر لن ترضي اي من الاطراف. مش هتعمل حاجه خالص. واللي هي الفكره الاساسيه ان الدكتور اشرف حاتم وزير الصحه السابق كان تقدم ببحث علشان تحسين اجور الاطباء. سريعا ناقص لنا دقيقتين. الشروك صفحه 3: ارتفاع غير مسبوق للديون المصريه. وده المهم بقى الحقيقه، ده اهم خبر النهارده، اهم من البيان الملعون واهم من كل شيء، وده كمان المنشط الرئيسي في الوفد اللي هو كان صادم شويه. ممكن هنختصر برده: مصر على وشك الافلاس. احنا عندنا حجم الدين الداخلي والخارجي بلغ اكتر من تريليون جنيه، وده طبعا مبلغ متهيألي صعب جدا اي حد يتخيل ده قيمته قد ايه. 1254 بالظبط، و2 من 10 مليار جنيه. صحيح. هنسددهم امتى حضرتك؟ هنسددهم امتى؟ احنا ممكن بقى نسال سائقي النقل العام، ونسال موظفي شركات البترول، ونسال اهل الدويقه اللي هم قاطعين شارع القصر العيني علشان الطلبات الانيه اللي هي عايزه تتحقق الان، اللي هي مستحيل تتحقق الان. هنسددهم ازاي برضه؟ لا، هو ممكن ان احنا نبتدي نشتغل، بس احنا برضو ارجع تاني اقول ان احنا اصلا من قبل الثوره عندنا مشكله حقيقيه في فكره الشغل. احنا الشطاره عندنا ان انت تروح المكتب وتعمل اقل كميه من العمل الممكن، فاحنا ممكن ان احنا نتخطى هذه المشكله، ولكن علينا ان نعمل. الشروق صفحه اخيره: شون بين والنبوي يضعان حجر اساس جديد لدور القوى الناعمه في استقلال الشعوب. يعني شيء لطيف برضو طبعا ان الممثل الكبير الحائز على احدى جوائز اوسكار في التمثيل شون بين، وكان موجود يوم الجمعه الماضيه في ميدان التحرير جمعه استرداد الثوره، كان مع الفنان الممثل خالد النبوي. انا شايفه المهم في ده، القوى الناعمه طبعا المقصود بها هي الفن، طبعا الفن ليه دور كبير في نهضه الشعوب خصوصا في الاوقات الحرجه زي اللي احنا بنمر بيها. في رساله اخرى مهمه جدا هي ان هذا الممثل بهذه القامه موجود وزار المتحف المصري وزار الاهرامات الجيزه على سبيل يعني التشجيع للسياحه. طبعا يعني السياحه بتبقى من المجالات بالغه الحساسيه، لما بتحصل اي مشكله ده طبعا بيدي اثار سريعه. الحمد لله ان بعض المدن زي الغردقه زي شرم الشيخ فيها نسبه سياحه مش وحشه، ولكن احنا نستحق ما هو افضل من ذلك بكثير. الاهرام صفحه اولى: 3 علماء يتقاسمون نوبل في الطب، والاسواني مفاجات الترشيحات. هي الحقيقه اسواني مفاجات الترشيحات ده بناء على تقرير من وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه المصريه. احنا عندنا برضو في احتمالات كبيره لحركه 6 ابريل واسراء عبد الفتاح، اقوال اخرى وائل غنيم في جائزه نوبل للسلام. الدكتور علاء الاسواني طبعا طرح اسمه من قبل وكاله انباء الشرق الاوسط في جائزه نوبل في الادب. اتمنى طبعا ان اكبر عدد من المصريين ينالوا جائزه نوبل في اي من
من المجالات، ولكن الحلم بتاعي فعلا ان احنا ننطلق الى مجالات العلوم. دكتور احمد زويل حصل على جائزه في مجال العلوم، ولكن بناء على عمله في الخارج يمكن من يعني نتائج الثوره ان ان شاء الله لو احنا صحينا لنفسنا ان في يوم من الايام قريب ان عالم مصري يفوز بجائزه نوبل في الكيمياء او الفيزياء او اي من المجالات العلميه بناء على عمله في داخل مصر. يا رب في يوم من الايام نوصل للي انت بتقوليه ده، وان شاء الله هنوصل له. بس نهدى بس شويه اكتر من كده. الصحفيه والكاتبه امينه خير، الصحفيه بجريده حياه اللندنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكرك مستر. مشاهدينا نهارك سعيد، احنا هنطلع لفاصل عباره عن تقرير المركز الثقافي الفرنسي. لا مفيش التقرير ده، معلش انا اسف، انما هرجع اقول برضو عشان كلنا سعداء بان احنا بقى في عندنا موقع على اليوتيوب وعلى تويتر، ممكن حضراتكم وانتوا على الانترنت في اي مكان في العالم تخشوا تتابعوا الفقرات اللي اتسجلت يوم بيومه على نهارك سعيد. www.youtube.com يوزر نهارك سعيد NAHARAKSAID 3 ENGLISH EED، ونفس تقريبا نفس برضو نهارك سعيد @twitter.com. حضراتكم احنا مبسوطين جدا ان احنا بقى عندنا موقع على يوتيوب وتويتر. هروح لفاصل وراجعين حالا بموضوع النووي المصري، وليه لحد دلوقتي ما اشتغلناش في موضوع النووي مع اننا احنا الاثنين احنا والهند في نفس اليوم جالنا المشروع النووي. نهاركم سعيد.